السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم RBC's Pharma، والتي سيكون عنوانها الأدوية الخافضة للضغط، وتحديدا مجموعة الأنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم إنهيبيتورز. لنشاهد الحلقة سويا. يعتبر الشخص مريض ضغط إذا كان ضغطه الانقباضي 140 فأكثر، وإذا كان ضغطه الانبساطي 90 فأكثر. ويمكن تقسيم ارتفاع ضغط الدم إلى أولي وثانوي. أولي لا يعرف له سبب، وهو السائد والمنتشر بين الناس، والثانوي فهو يحدث بسبب وجود أمراض أخرى مثل أمراض الكلى المزمنة وأمراض اضطرابات الهرمونات. من أهم مجموعات الأدوية التي تستخدم لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم وتعتبر خيار الأنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم إنهيبيتورز وأنجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز وثيازيد ديوريتكس وكالسيوم شانل بلوكرز. تم اختيار هذه المجموعات بناء على فعاليتها في تقليل مضاعفات أمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم. سنتطرق بشكل مفصل على مجموعة أنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم إنهيبيتورز أشهرها وأقدمها كابتو، وكذلك معه إنالوبرين ونعوبرين. عمل هذه المجموعة. تقوم أدوية هذه المجموعة بتطبيق الإنزيم الذي يقوم بتحويل الأنجيوتنسين 1 إلى أنجيوتنسين 2، علماً بأن الأنجيوتنسين 2 هو الذي يسبب تقلص الأوعية الدموية وزيادة إفراز هرمون الألتستيرون، وعند تقليل كميته يقل تقلص الأوعية الدموية ويقل إفراز هرمون الألتستيرون وبالتالي ينخفض ضغط الدم. الأعراض الجانبية لهذه المجموعة: حوالي 30% من المرضى يعانون من دراي كاف، هايبوتنشن، هايبركاليميا، and أنجيوديما. موانع الاستخدام لهذه المجموعة: previous أنجيوديما، hypersensitivity and renal arteriosclerosis. التداخلات الدوائية: استخدام هذه المجموعة بحذر مع الأدوية التي تسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم مثل سبيرونولاكتون and بوتاسيوم سبليمنت. استخدام أدوية الإنسيد non-steroid anti-inflammatory drug مع هذه المجموعة قد يؤدي إلى التقليل من فعاليتها. الجرعة الأولى: يفضل تناولها عند النوم لاحتمالية أن تسبب انخفاض حاد في ضغط الدم، وعند الاستيقاظ ننصح المريض بالوقوف بشكل تدريجي لتجنب الإدماء نتيجة الانخفاض في ضغط الدم. أنجيوإديما: هي التورم في الوجه والشفاه واللسان والبلعوم، مما قد يؤدي إلى الاختناق، لذا ننصح المريض ونحذره بالرجوع إلى الطبيب في حال حدوث هذه الأعراض. الأسماء التجارية والجرعات: الاسم العلمي كابتوبريل، الاسم التجاري كابوكار، الشركة المصنعة دار الدواء، الجرعة 50 ميلي جرام و 25 ميلي جرام، الاسم العلمي إنالوبريل، الاسم التجاري إسبريس، الشركة المصنعة جوسوي، الجرعة 50 ميلي جرام و 25 ميلي جرام، الاسم العلمي راميبريل، الاسم التجاري ترايتيس، الشركة المصنعة سانوفي، الجرعة 10 ميلي جرام و 5 ميلي جرام و 2.5 ميلي جرام.